ايه ده، انت مش خايفة ولا ايه؟ لا اخاف من ايه؟ انا لو كانت النتيجه اي حاجه غير كده كان ممكن اموت. هو بقول لك ايه يا دكتور، هو انا ممكن اعمل الحكايه دي من غير ما هو يعرف؟ لا طبعا، طب ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي تحت امرك. ممكن تقنعه؟ انا بصراحة مش عارف اقول لك ايه. ارجوك يا دكتور، انا عايزه يعيش. انت مش حاسة ان جلالي ده فيه خطورة على حياتك؟ بالعكس، هو لو عايش انا هكون اسعد واحده في العالم. هو بس يعيش ويترحم الالم اللي بيعيشه كل يوم في حياته. ياه، معقول؟ انا حبيت حياتي من ساعه ما عرفته يا دكتور. انا كنت خلاص حسيت ان الدنيا اتقفلت في وشي وان انا المفروض اقعد واستنى اموت، لكن هو حببني في كل حاجه من الاول. يعني زي مجدي ده لازم يعيش انت بتحبيني الدرجة دي يا نجلاء؟ اكتر مما انت تتخيل. هتقنعه؟ طب بص، قوله ان في متبرع بس ما تقولوش انه انا. هحاول. هو فين دلوقتي؟ هو لسه خارج من غرفة الغسيل من ساعة واحدة. طيب ماشي، انا هروح له. اتفضل. ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ قوم. أوعدك أول ما أقدر أقوم هقوم. عندي خبر ليك حلو قوي. خبر إيه؟ لانه متبرع. متبرع لإيه؟ هو ليه متبرع لإيه يا مجدي؟ للكلية. لا طبعا، أنا مش قادرة أفهم أنت ليه رافض الموضوع ده؟ رافض الموضوع ده لأني مش هاخد حتة من بني آدم علشان هو يموت وأنا أعيش. عمري ما هعمل كده أبدا. مش يمكن هو يكون اتكتب له عمر جديد باللي هو هيعمله؟ تنسي حضرتك إن أنا دكتور وفاهم اللي بقوله كويس. لا مش ناسية، بس هو محتاج فلوس وانت محتاج كلية وعندك اللي تدفعه. يا نجلاء، اسمع مني بس يا مجدي عشان خاطري، انا خلاص اتفقت مع دكتور محمد على كل حاجة، وانت بس سيب الامور تمشي زي ما تمشي. عشان خاطري يا مجدي، عشان خاطري، انا مش عايزة اخسرك. انا مش قادرة اتخيل ان في يوم ممكن يعدي عليا من غير ما انت تكون جنبي. ايه الكلام الحلو ده؟ بس انا مش قد الكلام ده دلوقتي. طب اعمل ايه بس؟ انت مش قادر تفهم قد ايه انت غالي عندي. وانا كمان والله العظيم بحبك قوي، بص بس يا مش مجدي، لو بجد بتحبني لازم تعمل كل حاجة عشان تفضل جنبي. ماشي ماشي ولا لأ؟ اتفضلي. كنت متأكد إنك هتنزلي. أنا كنت جاية أقول لحضرتك. حضرتك ده إيه؟ أنا عايز أتجوزك دلوقتي، النهارده قبل بكرة. إيه؟ سكتي ليه؟ أنا عارف إنك ما عندكيش مانع. إذا كنت قلقانة عشان لمار وسعيد ما تقلقيش، أنا أبوهم وهعرف أتعامل معاهم. أصل في موضوع أنا كنت عايزة أفهمك إنه أنا فاهم حاجة واحدة بس، أنا بحبك وبحبك قوي كمان. أنا عاملة عرض خاص بنص الثمن والدفع آخر الشهر. ها قلتوا إيه؟ بدي يا بنت دين. إيه؟ وانت ما حرمتيش؟ لا ما حرمتش. ايه رايك بقى؟ طب اخلعي بقى من هنا عشان المره دي فيها موته. ده فيها موتك انت يا حبيبتي، فهمتي؟ يلا معايا حاجات. ايه؟ مش عايزه اقول لكم اخر موضه. شوفي يا انسه، ايه رايك؟ ومعايا كل الالوان، وادفعي اخر الشهر كمان. بقول لك ايه؟ ايه؟ خدي دول واستنيني هنا. رايحة فين؟ استنيني بس. بقول لك ايه يا روح امك؟ روح امي؟ انده عليا انا؟ ايوه بنده عليك انت، مش انت بتقول ان انا مراتك؟ تعالى بقى اوريك مراتك اللي مش مراتك هتعمل ايه؟ يا ناس اشهدوا، الراجل ده مد ايده عليا وانا جاي النهارده بقى اخد حقي. يا قاتل يا مقتول، تعالى في حضن ماما يا حبيبي، ولا اقول لك تعالى تروح القسم واستلم مراتك من هناك، ولا هتعمل عيشة؟ يلا بينا يا نغم. والله ما هسيبك، لازم احمل لك محرم. مش
شاهدين وربنا ما هسيبك، بتعوريني والله ما هسيبك. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا تعالوا منورين ما شاء الله. خمس امارات الله اكبر. ها ما قلتليش بقى ايه رايكم في بيتي الجميل ده؟ حلو قوي قوي يا احمد. اتفضل اتفضل اتفضل. شوفوا بقى يا بنات، انا عايزكم تاخدوا راحتكم على الاخر. ها البيت بيتكم طبعا مش محتاج. طب ثانيه واحده ثانيه واحده، هرجع لكم على طول. الواد احمد ده نمره خالص على فكره، انا مش مرتاحه له. انت بتشكي في نفسك، الواد زي الفل اهو. اسكتي انت وهي، افرض ظهركم. عايزه اقول لكم ان كل واحده لابسه فستان مش اقل من 5000 جنيه. اتجعزوا انت هتقفوري. ما بقفورش، لمي كرشك ده. كمال يا حمد الله على السلامه يا روحي. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ما تعرفيش ان متولي خطيبي بيشتغل مع احمد؟ اه والله ما اعرفش. على فكره انت من هنا مش سالكه خالص خالص بقى. على فكره بقول لك ايه يا حبيبتي، الحياة جوزي متولي احسن يغير رايه. وهو يتولي يا ماما. اه يا حبيبتي هيغير رايه اول ما يعرف حقيقتك. وحقيقتي بقى تفرق ايه عن حقيقتك؟ ايه ده، هو انت حقيقتك طلعت وحشه قوي كده؟ على فكره يا فريال، انا سفله بس سفله مع النوع اللي زيك بس. يا جماعه في انتوا مكسوفين ولا ايه؟ لا انا عايزكم تاخدوا راحتكم على الاخر. طب تعالوا معايا بقى، تعالوا اعرفكم على عزه باشا. يلا يلا تعالوا. احمد ده طلع وسخ قوي. وسخ بس؟ هو انت لسه شفت حاجه يا قلبي؟ صحيح، محدش يقدر يعرف اللي جوه البني ادم مهما كان. يلا اتفضل اتفضل. عزت باشا، احب اعرفك على بنات خالي. اهلا وسهلا. منى، مروه، سمر، نجلاء، ودي بقى كاميليا. تالي كاميليا انا شفتها عندك في الشركه قبل كده. اه ما هي كانت شغاله في الشركه عندنا بس لغايه امبارح للاسف. يا معقول؟ ايه وسابتكم ليه؟ ما عجبهاش الشغل عندنا. ازاي بقى؟ على فكره اللي بيبعد عننا بيخسر كتير قوي، خصوصا لو كان قمر زيك. ميرسي على الكومبليمون الحلو. تعالي. انا الجو ده مش مريحني خالص. والجو ماله؟ ما الدنيا حلوه اهي. انت يا بنتي مش شايفاه بيكلم اختك ازاي؟ بصراحه عنده حق، النهارده كمال يا صاروخ. غباء بس؟ انت بس غبيه؟ هو في ايه؟ من نفسنا شويه، السواد قابب عليها. ما تخليكي في حالك، متحشره ليه؟ الو ازيك يا مجدي، وحشتني قوي. ايوه على فكره في ايه يعني، انا جريئه جدا ممكن اقولها. بحبك قوي. بتحبيه قوي مش كده؟ طب اكلمك بعدين يا مجدي، باي. ايه ده؟ ايوه طبعا بحب، فيها ايه يعني؟ بعدين مجدي يتحب الصراحه، هو يتحب قوي. كاميليا بقى تبقى أحسن وأحلى بنت عندنا في العيلة كلها. أحمد بلاش كده. بلاش كده إيه؟ دي حقيقة، وإحنا عندنا في العيلة كام كاميليا. على فكرة هو بيجامل. أنا عمري ما جاملتك يا كاميليا، وأنت عارفة كويس. أحب كمان أعرفك على عزة باشا. عزة باشا ده يا كاميليا يبقى ملك ملوك رجال. Thank you.
اللي موافق هنا توقف مع عمرو البنات. لا 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 تعالي تعالي، انا عايزك عايز نوقع بنات. فاهم سايبه الناس؟ تعالي بصي بالحفله، حفله جميله. تعالي اقعدي يا جميل، تعالي يا حبيبتي. منور يا باشا. نورك يا هانم. والله لفيت السوق كله عشان القى فستان يعجبني، ما لقيتش، بس جبت طقم الماس ب 20,000 جنيه بس. معلش يا زياد باشا بنزعجك. تعالي يا ماما، عايزك يا ماما. تعالي تعالي اذنك. تعالي اتفضلي. شفت البورنيطه؟ جايباها منين دي؟ انا عارفه. 20,000 جنيه هتفضحينا هتفضحينا بقى. انا عامل الحفله دي كلها وجايه تقول لي للراجل 20,000 جنيه؟ بقول لك ايه، قومي روح 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 فيها. هتعملي ايه؟ روح شوفي العشاء، روح شوفي العشاء. اطمني على العشاء، خلصيني. هتفضحيني. احمد ايه عايز ايه؟ انا همشي. هتمشي تروح فين؟ اروح. هتروح ليه؟ مش عاجبني الجو ده. لا لا اقعد. لا انا مش هقعد، انا همشي. يا ابني بقول لك اقعد، اسمع الكلام. هتقعد يعني هتقعد؟ انت غريب على فكره. مش معقول وجيه بيه بنفسه عندي، ده ايه الشرف العظيم ده؟ اهلا وسهلا حبيبي. ازيك يا وجيه بيه؟ حبيبي منور الدنيا كلها. وانا اقول مالها الحفله نورت مره واحده كده. ربنا ربنا يخليك. اهلا وسهلا، شرفت الدنيا حبيبي. ايه لسه عايز مروه تشتغل معاك؟ طبعا يا ريت. بس انا بقى مش هسيب مكاني يا احمد. بستك يا مروه انك دايما عارفه انت عايزه ايه. لا انا عايزك تقول لها الحقيقه، عايزك تقول لها ان مصلحتها معايا انا مش حد تاني. احنا يشرفنا طبعا يا وجيه بيه. معقوله مش حاجه؟ ثانيه واحده هجيب لكم كل حاجه كل حاجه. ماشي ماشي يا احمد ماشي. طب ايه، مش هنشرب حاجه؟ ما هيجيب لنا نشرب اهو. طب يلا. على بالك انت. على كده بقى انت بتحب الادب العالمي؟ طبعا. مش كنت بدرسه؟ انا بقى بعشقه. مفيش روايه اقراها الا ما اتمنى ان اعيش احداثها بكل تفاصيلها. زي احدب نوتردام مثلا. طب وايه الشخصيه اللي عجبتك في الروايه؟ الأحدب نفسه، كوازيمودو. قد إيه كان طيب ورقيق وجميل من جواه. طب وإيه رأيك في بطلة الرواية؟ أزمرند؟ لا لا لا، كانت أضعف من إنها تحب. الحب ده محتاج للشخص القوي، الشخص اللي يقدر يقرر هو عايز إيه ويعرف يختار. لكن أزمرند ما عرفتش تختار، عشان كده راحت للنهاية اللي كتبها المؤلف. ولو إني مختلفة معاك في الرأي، لكن أقدر أقول لك إني مبسوطة إني لقيت حد بيحب الأدب زيي.
شكلنا كده ممكن نبقى اصحاب. يا ريت. وانا عند وعدي، هكلم صاحب دار الترجمه عشان تشتغلي معاه. حرام واحده بالذكاء والرقه دي كلها تشتغل في مكان مش بتاعها. هو المرتب في الدار هيبقى قليل بس مستقبله هيبقى احسن. انا بفكر لك صح. صح صح. هي كاميليا جايه علشان الضيف العزيز ده ولا ايه؟ بقول لك ايه، تعرفي تقفلي بقك ومالكيش دعوه بالموضوع ده، حاجه غريبه. تعمل ايه؟ فريال تتجننتي ولا ايه؟ ازاي تخش هنا؟ متولي لو شافك هنا هتبقى مصيبة، وانت عارفة كده كويس. ما تقلقش علي، هو لو لف الفيلا كلها مش هيخطر في باله اني هنا. وانت عايزه ايه دلوقتي؟ انا عايزه افهم. دي مش اتخطبت المتولي، عايزه ايه تاني بقى؟ والله لو قلت انك عقلت ورجعت لقديمه انا. ولا قديمه ولا جديده، حاجه كده زي العسل. رغم انك ندل وطلعت يعني اي كلام، بس انا بقى مش هعمل زيك واقل باصلي، رغم اني ممكن اطربق الحكايه كلها فوق دماغك. هتمتولي؟ طبعا. هو انت ناسي ان انا شاهده على كل حاجه حصلت؟ واضح ان انت اللي مش واخده بالك. كل اللي انت بتهري فيه ده خلاص بح. اي كلام هتقوليه هيبقى عباره عن كلام واحده غيرانة ان حبيبها سابها وفلسحها وتلعبهم بها. هيبقى شكلك وحش قوي قوي، وهتصعبي عليا قوي. واللي واقف قدامك ده، انا ممكن اقول لك ممكن اعمل ايه فيكي. انا ممكن اسجلك انت ومتولي تخشوا السجن ما تخرجوش منه ابدا. انت بتهددني يا احمد؟ أنا مش بهددك يا فريال ولا حاجة، أنا بس عايز أعرفك حجمك. حجمك المظبوط في الدنيا اللي أنت شايفاها قدامك دي كلها، لا تكوني مش واخدة بالك ولا حاجة. طب خد بالك أنت بقى، عشان واضح إن أنت ما بقتش شايف الناس كويس، ولا شايف اللي تحت رجليك. دول مش صراصير عشان تفعصهم برجليك، ولا هم نملة عشان تهرسهم، لا، دول ممكن يكون مسمار يدخل في كعب رجليك وما يطلعش منه، وممكن كمان يا حرام يعمل لك غرغرينة ونضطر نقطع رجليك عشان تعيش. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هو عامل وش؟ ايه ده؟ قول لي ايه اللي بيحصل ده؟ رد عليا. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. ده انا كده بقى فيها ثلاث مرات. الو؟ ايوه انا. لا انا بر. تخيل لحد دلوقتي. انا في عزومه كده عند ابن عمتي. لا انا مش بعيده خالص، تخيل ده انا قريبه منك جدا. انا عايز اشوفك. ما تقوليش لا، قولي لهم اي حاجه علشان تمشي. قولي انك تعبانه وعايزه تروحي وانا هستناكي بره. بقول لك ايه،
إذا ما مشيتيش دلوقتي أنا حاجب نفسي واخدك من جوه. قلتي إيه؟ خلاص أنا هستناكي على الباب بره بسرعة. ها مش ناوي تقولي إيه اللي في دماغك؟ أبدا مفيش أي حاجة، أنا معجب بيكي وبس. كده معجب بيا بسرعة خبط لزق؟ عادي يعني، هو الواحد لما يشوف واحدة ويعجب بيها فيها بقى خبط لزق وبسرعة؟ لا يعني إن أنا أعرفه لما حد بيعرف حد ويعجب بيه لازم يعرفه كويس الأول. لا تقصدي عشان يحب حد لازم يعرفه كويس. ودي تفرق؟ اه طبعا تفرق. يعني انا مثلا ممكن اعجب بيكي وكل حاجه فيكي من غير ما اتكلم معاكي، لكن بقى بعد ما اقرب منك وافهم شخصيتك واحس ان في بيني وبينك حاجات مشتركه ساعتها بقى ممكن افكر ان انا احبك. طب وانت بقى قررت ان انت تعرفني عن قرب ولا عايز تعرفني بعد بعيد؟ لا طبعا ان انا اقرب. طب قول لي بقى، ده قرار انت مقتنع بيه ولا انت قررت ان انت تقرب لما عرفت ان مدحت عايز يقرب؟ مدحت؟ انا مدحت ده ما يشغلنيش اصلا، انا مش شايفه. مدحت ده عامل زي الطور اللي نزل الغيط عمال ياكل كل حاجه، مش عايز يسيب اي حاجه لاي حد. ده زي مدحت ده لازم البلد تتخلص منه. ياه انت بتكرهه قوي كده ليه؟ لا عادي، بس هو اي حد بيستغل سلطته وفلوسه ونفوذه وعلاقاته ويتعامل مع الناس بتكبر ومن فوق بيتعامل معاهم كانهم عرايس ماريونيت، لازم نتخلص منه ونخلص منه خالص. هو انا حاسه ان انت متحامل عليه زياده عن اللزوم؟ لا والله ابدا. اسمعي بس نصيحتي، انا عايزك تبعدي عن مدحت ده خالص، المرحله الجايه مش بتاعته خالص. تعالى احمد عايز بس. عايزني في ايه يا ابني؟ طب ما كنت قلت لي اللي انت عايز تقوله لي جوه. ادخل بس، عايز اقول لك على حاجه. بتقول لي ايه ده يا ابني؟ سايب الناس وجايبني على جنب عشان مش فاهم قاعد مش فاهمك انا خالص. عايزك وشايفني مشغول ومش فاضي، انجز قول عايز ايه. انا هاخد كمالي واروح على البيت. نعم انت مجنون ولا ايه؟ لا انا مش مجنون، بس انا مش متخيل اللي انت بتعمله بره ده ايه. الفلوس بتجنن للدرجه دي؟ بتغير للدرجه دي؟ انت مش شايف انت بتعامل ازاي يا احمد؟ تكون راضي عن ال بتحبي كاميليا. حب ايه وبتاع اللي انت بتقوله ده؟ الموضوع بس هما فين ان احنا يعني انا شايف في غلط بيحصل، وبعدين احنا ماشيين سكه غلط يا احمد يعني، وعزت ده لازم يبعد عن كاميليا، ما ينفعش اقرب لكاميليا اساسا. وانت مالك؟ دي بنت خالي وانا حر فيها، اعمل فيها اللي انا عايزه، انا اكتر واحد اضرب مصلحتها. وبعدين انت ايش دخلك اصلا في حياتنا؟ انت بتتكلم جد احمد؟ امال بهرج؟ طب خد بقى عندك التقيله، اتفقت معانا اجوزها لك. تجوز مين؟ اجوز كاميليا العزت. ازاي يعني وتسيب كاميليا العزت يا احمد؟ الله وانت مالك يا اخي؟ بقول لك ايه؟ كاميليا دي تشيلها من دماغك خالص، ها؟ بدل ما تحط نفسك في مزنق انت مش قد. ولو انا شلتها من دماغي تفتكر هي هتشيلك من دماغها؟ ايه تشيلني من دماغها دي؟ انت فاكر ان كاميليا بتحبني ولا ايه؟ اه لا متهيألك. لا مش متهيألك، يا ريت يكون متهيألك، لكن كاميليا بتحبك وانت عارف كده كويس، بتحاول تقرب منك وتلف حواليك وتعمل اي حاجه عشان تاخد بالك، وانت ما بتاخدش بالك غير من نفسك بس، احمد وبس. بقولك يا عادل، كاميليا دي خلاص خرجت من حساباتنا. على اساس ان هي جاريه من جواريك البيع وتشتري فيها؟ يا ابني انت مبعكك لي الدنيا في بعض ليه كده؟ في ايه مالك يا عادل؟ وانا لما اجوزها لحد غني وملياردير و تاجر مخدرات، تاجر سلاح، في يوم من الايام هيقع وهيوقعها معاه. بنت خالك يا احمد، كاميليا دي بنت خالك. مين ده اللي يقع يا ابني؟ انت عبيط ولا ايه؟ ده عزت باشا، عزت باشا نمره واحد في بلدك دي. لنفسه مش لكاميليا. بقولك يا عادل، لآخر مرة بقولها لك، كاميليا دي تشيلها من دماغك خالص، فاهم؟ وبعدين لازم تفكر كويس إن شغلتك معايا إنك تقول حاضر ونعم وبس. اتفضل بقى أخرج دلوقتي عشان تشوف المعازيم بتوعي، ضيوفي محتاجين إيه. يلا
هتتجنن ده ولا ايه؟ وحشتيني. بقول لك وحشتيني. وانت كمان وحشتني. انت رايح فين؟ انا ما قلتش لحد اني ماشي. مش مهم. لا مش مهم ازاي، ما ينفعش. طب تعالى قولي الاول، انت ايه اللي خلاك تيجي لحد هنا دلوقتي؟ ابدا، عايز اشوفك، عايز اقعد معاكي، اتكلم معاكي. وجودك جنبي بيحسسني فعلا اني عايش. صدقني لو قلت لك ان انا طول السهره وانا وسط الناس عمال افكر فيك. طبعا احب اصدق جدا حاجه زي دي، بس حاسه ان الوضع غلط. لا مش غلط، ده صح، وصح جدا. أنا بحبك، بحبك قوي كمان. أنا عمري ما حسيت الإحساس ده، عمري ما حبيت الحب ده. أنا عارف إن في فرق في السن بيني وبينك، لكن ما أعتقدش إن الفرق ده يمنعني إني أحبك. مش عارفة أقول إيه، مش عارفة أفكر، هتجنن، مش عارفة أعمل إيه. لو عايزة ترجعي دلوقتي وتروحي لهم أنا مش هقول لك لأ. لو فضلتي معايا أوعدك هحاول أخليكي أسعد إنسانة في الدنيا. ما بتردش؟ أكلملك أحمد؟ أحمد إيه؟ أنا هكلم عادل أحسن، لأن أحمد لو عرف ممكن يعمل مشكلة. مش هيعمل مشكلة ولا حاجة يا ستي. أنت كنت فين؟ هبقى أقولك. مع علاء صح؟ طب مش تقولي ان انت هتسيبينا؟ كنا قلقانين قوي. تعالي لو سمحتي جوه، عايزاكي.